عميق ترى ما سيرسو عليك. اجتمع على الصحبة الصالحة. اوعى تكون انت اللي هتيندم صاحبك على صحبتك. البنات اللي حواليك اخطر بكتير. فتش في صحابك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. صحبة السوء خطر حقيقي على البنات وعلى الصبيان. صحبة السوء. اجتمع على الصحبة الصالحة، صحبة المسجد، الناس الطيبين بتوع ربنا اللي بيحبوا ربنا اللي عايزين يدخلوا الجنة، هي دي الصحبة الصالحة. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فتش في أصحابك، فتش في أصدقائك، اوعى يكون فيهم واحد هتندم على صحبته يوم القيامة. المهم ان انا عايز اقول للشباب اكبر مشكلة صحبة السوء. بيضلك عن الاسلام، بياخدك عشان تسهر سهرة حمراء وسهرة زرقاء وسهرة خضراء اي لون، بياخدك علشان تروح تشم معاه ولا سيجارة ملفوفة، ولا بياخدك علشان يوريك طريق رشوة ولا طريق حرام ولا طريق زنا، بياخدك علشان يقولك يا سيد انت رايح الجامع يبقى صلي الظهر في البيت، تعالى العصر نبقى نروح بس نخلص المشوار ده الاول. بيضلك، بيبعدك عن طريق ربنا. انت رايح فين؟ رايح تحضر درس يا عم؟ تعالى ده احنا عندنا قعدة كوتشينة زي الفل. رايح تحضر للشيخ فلان؟ لا 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 تعالى ده هنقابل الممثل الفلاني والممثلة الفلانية والرقصة الفلانية. هو ده بيضلك عن ذكر. اوعى يكون ليك واحد بيضلك عن ذكر ربنا علشان هتندم على صحبته يوم القيامة. صاحب من يحيا الحياء بصحبته. اصحب من يحيا الحياء بصحبته. من الناس من تستشعر في حضرتهم قيمة الحياء من الله، فوجوههم تذكرك بالله جل وعلا، ناهيك عن أقوالهم، ناهيك عن أفعالهم، فكلماتهم رقيقة تذكر بالله وتذكر برسول الله وتملأ القلوب بالحياء وتملأ القلوب بالإيمان وتملأ القلوب بالخشية من الرحيم الرحمن. بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولم لا؟ وكلماتهم قال الله قال الصادق رسول الله قال الله قال الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. طب انت هتندم على صحبته ليه؟ ليه بتندم على صحبة الرجل ده؟ ليه بتندمي على صحبة الست دي؟ علشان ما كانش بيسلفك فلوس؟ علشان ما كانش بيخرج معاك؟ علشان مرضاش يجوزك أخته؟ علشان مش عارف مرضاش يغششك في الامتحان؟ علشان مرضاش ياخدك معاه فيه؟ لا لا، كل الكلام ده مش هتندم عليه. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. شفت؟ شفت مقياس الصحبة في الإسلام؟ شفت مقياس الندم في الإسلام؟ مش هتندم عشان ما جابلكش هدية في عيد ميلادك، مش هتندم علشان ما جابلكش هدية وهو راجع من بره، لا، ده انت هتندم عشان كان بيضلك عن ذكر الله. اوعى تفكر ان البنات هم اللي هيفسدوا ابنك، لا، ده ممكن الشباب اللي حواليه يفسدوه اكتر ويبقوا اخطر عليه من البنات، وكذلك للبنات. اوعى تفكر ان الشباب هو اللي خطر عليك، البنات اللي حواليك اخطر، البنات اللي حواليك اخطر بكتير. والزن على الودان. خلي بالكم، انا عايز نبعد صحبة السوء. سبحان الله العظيم، خليك مع الله. اوعى تكون انت اللي هتيندم صاحبك على صحبتك. اوعى
حد من اصحابك يوم القيامة يندم على انه كان مصاحبك. اوعى تكون انت، اوعى تكوني انت اللي بتضل حد عن ذكر ربنا. اوعى اوعى تكوني انت اللي جارتك هتندم على صحبتك. اوعى تكون انت اللي زميلك في الشغل هيندم على صحبتك. عرفت مشكلتك جاية منين؟ عرفت مأساتك أصلها إيه؟ اللهم إنا نعوذ بك من صحبة السوء، اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء، ونعوذ بك من صحبة السوء. صديقي وأرسلت طرفي بفكر عميق.